بطبيعة الحال في إطار حملة شتاء 2019 كما عودتنا دائما المؤسسة العالمية لمحمية الفطرية. اليوم كان يوم توزيع القفة الشتوية على مجموعة من الفئات المستهدفة بإقليم أصلزاك، وبطبيعة الحال هذه القفة الشتوية التي تستهدف مجموعة من الفئات في وضعية هشاشة وأيضا مجموعة من الفئات في وضعية صعبة. هذه القفة بطبيعة الحال يستفيد منها الزيادة من 4000 مستفيد موزعة بين 2800 مستفيد في المجال الحضاري بينما 1200 مستفيد في المجال القروي. بطبيعة الحال هذه الفئات تتوفر فيها مجموعة من الشروط التي تراعي الهشاشة وأيضا الفقر بالإضافة إلى وضعيات صعبة. من أهم هذه الفئات التي تستفيد من هذه القفة الشتوية لهذه السنة هناك مجموعة من الفئات في وضعيات ترمل وأيضا المطلقات بالإضافة إلى أشخاص في وضعيات إعاقة بالإضافة إلى بعض المسنين طارحي الفراش وبدون مريض بالإضافة إلى بعض الفئات في وضعية صعبة والتي تعيش مثلا أمراض مزمنة إلى غير ذلك من الوضعيات الصعبة التي تعيش هذه الفئات على المستوى الإقليم، بالإضافة إلى بعض الفئات الأخرى التي بطبيعة الحال تحت المرتبة العوز وأيضا الفقر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المبادرة الله يجزيهم بالخير، جابوا هذا الخير كرمونا به، الله يجزيهم بالخير والله ينصر سيدنا. كي فاطمة عمر زبير، نشكر الوالد اللي اختفال المساعدة، نشكر أرض نشكر باهرة أفلاسني خلف ربي كل ما يكفاني من كل باهرة وأن يتساعدني مسلم الله يخلف عليه الله ينصر سيدنا. شكون احتجت خارج المعاقين، خارج اللي ما عندهم شيء، خارج الملاقات، خارج اللي ما عندهم ساكنات والو، الله يخلف عليهم. بطبيعة الحال هذه القفة الشتوية تنظمها كل سنة المؤسسة العالمية لمحمية الفطرية بالتنسيق مع السلطات المحلية وأيضا بالتنسيق مع المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني، وأيضا تبرز العلاقات الصداقة بين كل المملكة المغربية وكذا دولة قطر الشقيقة. نرضيكم بالخير والإحسان، كافيتونا بهذا الله يكافيكم الله. الله ان شاء الله ينصركم وينجحكم ويغلبكم على من غدا من عداكم، والله ينصر الملك ولا ينصر عليه حد، والله يزاديكم على ذي المبادره كبرتونا بها، الله يكبر مغداكم عند الله تبارك وتعالى. اللهم صل على طيب عليك، اللهم وفقه للخير واعن عليه، اللهم اعنه واعن اعانه يا ارحم الراحمين، اللهم اجمع شمل هذه الامه على يديك، اللهم احفظه في ولي عهده، احفظه في شقيقه وفي امته وفي شعبه يا ارحم الراحمين. القائدين مولانا محمد السادس. ما تنساوش تكليكوا على الاشتراك على قناة صحيفة 24، وكيف ما تنساوش زورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.